بحاول اخرجهم بس ما لحد دلوقتي ما خرجناش ولا يوم يعني في رمضان، ولا فطرنا ولا يوم بره. فطبعا الموضوع صعب لان رمضان الواحد بيخلص فطار بيلاقي نفسه في التمرين وبيرجع بيلاقي نفسه السحور خلاص، فبقى الموضوع مفيش خلص، وقت، مفيش وقت مفيش عندي. وقت خالص. انما انا شخص بحب البيت قوي يعني، احسن لي في البيت جدا. قاعد معاهم وكده، ده بالدنيا كلها يعني الحمد لله. فاكر حاجة في النادي الأهلي أيام ناشئين في رمضان؟ هو انا ايام الناشئين في رمضان طبعا كنت ببقى هنا طبعا، ما كنتش لسه اتجوزت وكده، كنت قاعد في الشروق هنا في مساكن الشروق جنب النادي هنا في مدينة نصر. كنت قاعد انا واتنين اصحابي، طبعا بنفطر مع بعض وبنيجي هنا. الاجواء في رمضان طبعا تمريننا بعد الفطار وبنكمل اليوم هنا في النادي، وبعدين بنتسحر برضه في النادي، وبعدين نرجع الشقه نبات فيها. طبعا كانت الاجواء هنا واحنا صغيرين كان الموضوع مختلف، كنا بنبقى فرقه كامله مع بعض اصحاب نفطر مع بعض. طبعا كان النادي بيعمل لنا فطار هنا جماعي، الناشئين بتاعت النادي كلها كانت حلوه بتفطر الاجواء هنا. برضو طبعا تلاقي من اول فريق ل 20 سنه لحد 14 سنه كلنا بنفطر مع بعض واصحاب واخوات، ودي اجواء كويسه يعني، بتخلي حتى اللي طالع من وهو صغير لما يتصعد مع فرقة أكبر منه أو يجي يلعب مع فرق سنية أكبر منه 3 4 سنين بيبقى الموضوع عادي بالنسبة له، لأن هو أصلا بيفطر معاه وبياكل معاه وقاعد معاه طول الوقت، فدي بتسهل علينا الدنيا يعني في وبتقربكم كمان من بعض. طبعا طبعا. أكتر حاجة افتقدناها رمضان ده عن السنين اللي فاتت من وجهة نظرك؟ بالنسبة لنا ولا بالنسبة بالنسبة لك؟ بالنسبة لنا مش حاجات كتير، بس دي اهمها يعني. الحاجة اللي افتقدتها السنة دي ان انا لحد دلوقتي لسه ما افطرتش مع اهلي بس، فده اكتر حاجة لسه مضايقاني يعني لحد دلوقتي، ان انا ما فيش وقت ان انا انزل افطر مع ابويا وامي واخواتي وكده. طبعا انا متعود ان انا افطر معاهم اوقات كتير في رمضان، بس طبعا السنة دي الماتشات الودية اللي احنا فيها والمعسكر اللي احنا فيه ما خليني لسه يعني مش قادر ان انا انزل معاهم افطر معاهم وكده يعني. بس انما الحاجات التانية الحمد لله نفس الحاجات ماشية عليها الحمد لله.